أعيد رسالتي اللي قلتها قبل أيام إلى السيدة وزيرة التربية يعني هو يردنا من عدكم من حضرتش أن تطلعين على الناس يعني خلف الله على الأخوة مدراء التربية الأستاذ قاسم والأستاذ محمود والآخرين طلعوا ويانا لكن أنت صاحبة القرار ولما نتصل بمكتبكم الإعلامي نقول لهم يا بريد المعالي يقول لك المعالي ما يطلع بالتلفزيون ليش المعالي ما يطلع بالتلفزيون احنا ما جاي نقدم برنامج فني ولا جاء نتحدث عن سير شخصية جاء نتحدث عن هموم شريحة مهمة وواسعة ومن واجب الوزير أن يظهر في هذه الظروف يطمن طلابه ويطمن وزارته ويطمن قاعدته عن إجراءاته وعن الذي يحصل ليش ما تطلعين خوية تطلعين بالتلفزيون وتجاوبين الناس والطلب على سلتها ماذا قررتم ماذا ستقررون وين مشاكلكم وين اللي عندكم احنا من نريد نحكي وياكم ما نحكي وجزء من المسؤوليات والواجب الاخلاقي والوطني انه الان السيده الوزيره تطلع على وسائل الاعلام وتستقبل كل اسئله الطلبه هذا واجب اخلاقي وجزء من المسؤوليه المهمه